بالنسبه للحارس ألدرسوني لحد الان مع اعتماد دفاع الخط والتسلل في بعض الاحيان. هذه كوره والامكانيه التوزيع الهدف الثاني عن طريق ايميل الفريدسون. ايميل الفريدسون يسجل الهدف الثاني لمنتخب ايسلندا. انطلاقه سريعه، كثافه عدديه على مستوى الدفاع، وعند افتكاك الكره يصبح خطير المنتخب الايسلندي. التوزيع كان من ايميل، وصاحب الهدف هو روريك تشيسلاسون. روريك تشيسلاسون يسجل الهدف الثاني ويخالط ماندوندا. الحيره على سمير نصري وفيليب ماكسيس، وتنتقل الحيره الى مدرجات الملعب إيلو تحت صفيرات الاحتجاج من جماهير المنتخب.